حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة، والبداية بأهم ما جاء فيه. بغداد وأربيل، مساعي تصفير الخلاف المالي والاحتكام لفقرات بنود الموازنة. النزاهة الاتحادية، حملة لكشف الذمم المالية لمرشحي الانتخابات المحلية. إذن مشاهدينا، الأزمة بين بغداد وأربيل من حرب التصريحات ومواقف الضد إلى ساحة الحوار مرة أخرى، طاوية بذلك التصلب في الثبات عند النقاط التي تؤثر على ديمومة الاستقرار السياسي، وربما تسحب المشهد نحو صدامات تؤثر على الإنجاز المتحقق. أزمة المستحقات المالية وتنفيذ الإقليم لاشتراطات قانون الموازنة مقابل استلام حصته هي أبرز عناوين النقاش التي تحتاج للمزيد من الحوار وتنفيذ المقررات داخل قبة البرلمان، وما تم الاتفاق عليه في ائتلاف إدارة الدولة. وفي ملفنا الثاني لحصاد الليلة مشاهدينا، وتحضيرا للاستحقاقات المحلية ولتحجيم دور المال السياسي في العملية الانتخابية، تستعد النزاهة الاتحادية لإطلاق حملة من أين لك هذا، والمخصصة هذه المرة لرؤساء الأحزاب والكيانات السياسية والمرشحين للانتخابات المحلية لمعرفة مصادر التمويل وتدقيق سجلاتهم المالية للتأكد من عدم تورطهم بقضايا الفساد المالي والكسب غير المشروع، والتي تعد مدخلات تؤثر على شفافية مرحلة العملية الانتخابية وصولا ليوم الاقتراع. إذن مشاهدينا، هذه ملفات حصادنا لهذه الليلة، ونرجو أن تبقوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيفنا الكريم، عضو المكتب السياسي لحركة اقتدار وطن الدكتور نسيم عبد الله. أهلا بكم دكتور، ضيفا كريما. وبداية في الخوض بتفاصيل زيارة السيد مسرور بارزاني إلى بغداد، سابقا كان يرسل السيد بارزاني العديد من الوفود لحل أي مشكلة مع الحكومة المركزية، لكن هذه المرة الوفد جاء برئاسة السيد مسرور بارزاني، هل هذا يعطي مؤشر على قوة هذه الأزمة الجاثمة ما بين بغداد وأربيل وتداعيات هذه الأزمة وسوء الأوضاع في أربيل فعلا؟ نعم، في البداية تحية لحضرتك أستاذ بشار وتحية لمشاهدي قناتكم الكريمة. أنا أعتقد صحيح اليوم زيارة السيد رئيس الإقليم يعني تعطي دلالات أخرى قد تكون مختلفة في حالة زيارة أي مسؤول آخر من الإقليم. اليوم السيد مسرور بارزاني هو يعني من الخطوط الأولى في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وهو رجل يمكن قد يكون هو يعني بالإمكان أن يتخذ قرار. أنا أعتقد اليوم الأزمة فيما بين الحكومة الاتحادية والإقليم، يعني هذه أزمة هي مو أول مرة، دائما نحن نشاهد هنالك حالة من العناد وحالة من الخصومة، ما أعرف يعني هسه من هو السبب فيها، لكن بصراحة اليوم الحكومة الاتحادية برئاسة السيد السوداني هي نوعا ما يعني هنالك حالة من الرغبة في حل كافة الملفات، لكن مع الأسف اليوم اللي نشاهده هنالك يعني عدم وضوح وجدية من قبل الإقليم في حسم هذه الملفات. اليوم حكومة السيد السوداني حسب يعني حسب تقارير اللجنة المالية التي صدرت قبل كم يوم، هنالك يعني مبالغ تم إعطائها إلى الإقليم يعني أضعاف ما تم الاتفاق عليه. لحد الآن الإقليم بموجب الموازنة على الإقليم التزامات يجب عليه ان يصدر النفط وان ان تكون هذه المبالغ في الحساب المتفق عليه فيما بين الحكومه الاتحاديه والاقليم. لحد الان حكومه الاقليم لم تتخذ خطوات فعليه من اجل
تزويد الحكومة العراقية أو على الأقل ضخ النفط في حساب الحكومة الاتحادية. لكن إذا تسمح لي دكتور نسيم، يعني السيد مسرور برزاني هذه المرة قدم عدة حلول لهذه الأزمة، يعني بغداد شتريد بعد، ليش ما تنحل هذه الأزمة وهناك مؤشرات على مرونة أربيل؟ يعني قبل كم يوم كان هنالك لقاء للسيد رئيس اللجنة المالية في أحد الشاشات الفضائية. الموضوع يعني شائك بصراحة، أنا ما أريد أقول لا يمكن أن يحل، لا، أنا أعتقد يعني إن توفرت الرغبة الصادقة في حل كافة الملفات حتما سوف يعني سوف تنتهي هذه الملفات، لكن أنا أقول لك اليوم بصراحة يعني على الإدارة في الإقليم أن تكون أكثر مرونة، وفي نفس الوقت تعرف اليوم كل ما يكون الإقليم أكثر يعني صرامة في التعامل مع الحكومة الاتحادية، كل ما يعطي هنالك أطراف داخل الحكومة الاتحادية الدفع باتجاه الضغط على الحكومة الاتحادية من أجل عدم تسليم الإقليم مبالغ أخرى. أنا أقول لك اليوم على الإقليم أن يبدي المرونة الكاملة في مسألة يعني حسم كافة الملفات. اليوم مو فقط اليوم مبالغ النفط، يعني إذا تسمح لي اليوم هذه الزيارة مو فقط على المستحقات الإقليم مع الحكومة الاتحادية، هنالك ملفات أخرى يعني سوف تكون مطروحة. لكن بما أنه سؤال حضرتك على قضية الموازنة واستحقاقات الإقليم، أنا أعتقد اليوم إن توفرت الرغبة الحقيقية من قبل الطرفين حتما سوف تحل كافة الملفات. اليوم قضية المبالغ الحكومة الاتحادية، تعرف حضرتك اليوم الضرائب والرسوم التي تفرض في الحكومة الاتحادية، اليوم المفروض من الإقليم أن يسلم الحكومة الاتحادية ما بذمة الإقليم من هذه الضرائب والرسوم التي تفرض، طالما أن هنالك مبالغ تؤخذ من الوسط والجنوب على الحكومة في الإقليم أن تبدي يعني أو أن تعطي إشعار للحكومة الاتحادية بحجم المبالغ. بالنتيجة أنا أقول لك هذه الملفات حتما سوف تحل، لكن يعني إن توفرت الإرادة الحقيقية في أن تحسم هذه الملفات. طيب، زيارة السيد مسرور برزاني لبغداد ممكن اعتبارها أنه تراجع عن التصريحات المتشنجة والمواقف المتشنجة الأخيرة، وبدليل أنه الرجل يعطي أكثر من حل أمام الحكومة المركزية من أجل التفاهم عليها سيد نسيم؟ يعني احنا بصراحة تعودنا على التصريحات النارية اللي تصدر من داخل الإقليم، يعني بصراحة ما كنا نتمنى، عن قبل كم يوم كانت هنالك تصريحات يعني خطيرة تجاه الحكومة الاتحادية من قبل هاي المستشار. سابقا، لكن في زيارته هذه يعني هذا يعتبر اختلاف استاذ بشار، هاي تعطينا رسالة اخرى يعني ما محببة. بالنتيجة انا اقول لك اليوم الاخوة في اقليم كردستان هم مواطنين من الدرجة الاولى، اليوم على الادارة في الاقليم ان تتخذ خطوات تحاول ان يعني ان تحسن من المستوى المعيشي للفرد، والا يعني اليوم يعني قضيه الصراع وقضيه عدم التنازل اذا تؤخذ بهذا المنظر، منو يدفع ثمنها؟ يدفع ثمنها المواطن في الاقليم. اليوم الرواتب، يعني قبل كم يوم شاهدنا احد اللقاءات التلفزيونيه استاذ جامعي صار له بحدود 3 أشهر ما مستلم راتبه، بالنتيجه اليوم احنا نسافر للاقليم ونشاهد المستوى المعاشي للفرد في الاقليم بصراحه مو هو المستوى المعاشي اللي كنا نشاهده قبل سنوات، هذا هذا الشيء يعطي دلالات على ان هنالك حاله يعني غير مثاليه. بالنتيجه انا اقول لك اليوم الاقليم اذا اتخذ خطوات حقيقيه، واعتقد اليوم هذه فرصه للاقليم في وجود السيد السوداني، هسه احنا ما اريد اقول غير السيد السوداني، انا اقول لك فرصه بوجود السيد السوداني رجل لديه يعني رغبه حقيقيه ومرن جدا مع الإقليم، وأعتقد هنالك الآن إرادة حقيقية داخل الحكومة الاتحادية على أن لا يدفع المواطن ثمن الخلافات السياسية. خلينا نروح إلى كردستان، وينضمنا مباشرة عبر سكايب من هناك عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني السيد بهرام محمود صالح من دهوك. أهلا بكم سيد بهرام، وبداية الزيارة الأخيرة لوفد الإقليم إلى بغداد، لأي درجة وضعت النقاط على الحروف، خصوصا السيد مسرور برزاني طرح أكثر من حل من أجل التفاوض، والبعض يشوف هاي الحلول ارتكزت أو هذه الزيارة ارتكزت على حلول عائمة نوعا ما، لو تعتقد أن الزيارة هي أصلا مقدمة لتفاهمات مستقبلية ممكن تنفيذها؟ شكرا جزيلا، شكرا لقناة الأيام الكريمة لإتاحة هذه الفرصة، شكرا لكم، شكرا اتصال، تحياتي لكل السادة المستفيدين، تحياتي للضيوف الكرام، شكرا جزيلا. طبعا الجولة أو الزيارة الأخيرة للسيد
مسؤول البرزخاني مسرور البرزخاني رئيس حكومه اقليم كردستان. نعم. كانت زياره ناجحه جدا وجيده، واعتقد يعني كان التنفس للمواطنين، المواطنين في اقليم كردستان كلهم امل في حل القضايا العالقه ما بين الاقليم والمركز. طبيعي جدا تكون هناك خلافات سياسيه، لكن يعني حسب تصريحات اليوم المتحدث باسم رئيس باسم مستشار دوله رئيس الوزراء السيد المالكي السيد نعم مستشار سيد محمد شجاع السوداني، طبيعي طبعا حاجه المواطن قبل اي خلاف، حاجة المواطن يجب تلبية حاجة المواطن قبل أي خلاف سياسي، كان اتفاق سياسي أو خلاف. وطبيعي احنا ننتظر جلسة مجلس الوزراء يوم الأحد القادم إن شاء الله، يكون هناك تصويت من قبل السادة المسؤولين هناك أو الوزراء على الحل الأولي أو الحل قصير المدى اللي طرحه رئيس حكومة أقليم كردستان على جميع الكتل السياسية في بغداد. طبيعي الحل يعني ولد لدينا ارتياح عام جدا بالنتائج اللي توصلت إليها، والحل البعيد مدى أنه أنتم على دراية بي أو أنتم سامعينا وتناولتها الفضائيات أو الوسائل المرئية والسمعية. طيب. أنه تعديلات في قوانين الموازنة العامة العراقية عامي 2024 و25، ولكن طيب. نحن أريد ضيفك الكريم، نحن بنظرنا أن هناك يعني سياسة لي ذراع على حكومة أقليم كردستان، جميع الالتزامات اللي فرضوها على أقليم كردستان الأقليم ملتزم به إلى حد ما، يعني أقدر أقول إذا أحدد لك بنسب يعني 80% إلى 90% الأقليم ملتزم بالالتزامات اللي فارضتها الحكومة المركزية على الأقليم. يعني إذا نشوف يعني اتفاق النفط، احنا وقفنا تصدير النفط، الأقليم، المنافذ الحدودية، اللجان المركزية جت ثارت المنافذ الحدودية كلها، والمنافذ الحدودية تسليم 50% على اساس ان تصير مقاصم حصه الاقليم في الموازنه العامه للعراق. لكن في كل يوم ياتون لنا ويقولون انه الحصه ازدادت او الحصه نقصت وما يدزون المستحقات، وان المستحقات هذه بها فوائد، او المستحقات يدزوها لنا كقروض عليها فوائد. هذه طبعا صعب على حكومه الاقليم، صعب علينا، صعب على الشعب الاقليم، انه الشعب الاقليم انه اليوم فعلا يعني ارتياح عام في الاوساط الشعبيه بالزياره وبالاستقبال، وانه نحن على درايه في اقليم كردستان العراق انه فقط ما بين الاقليم وما بين المركز فقط المفاوضات والجلسات للوصول الى تفاهمات وحلول جذريه لهذه مشاكل القلق. نعم. طيب، زيارة هذه لوفد الإقليم إلى بغداد، إذا كانت وضعت نقاط على الحروف أو طرحت بعض النقاط من أجل إيجاد حل جذري بالمستقبل كما تحدث السيد مسرور برزاني، حل بعيد المدى وحل قصير المدى، لكن قضية رفع القرض الذي تقدمه بغداد لأربيل من 500 إلى 800 مليار دينار، هذا يعتبر فعلا حل قصير المدى بإرضاء على الأقل موظفي الإقليم؟ هذا يعتبر حل قصير المدى، فعلا يعتبر حل قصير المدى، لأن القرض هذا يعتبر يعني ضمن قروض تحسب عليها فوائد، هذه هيك يتم حسابها. ولكن أنه في لموازنة 2024 و25 يجب أن تحل هذه المسائل. هذا ضمن المقترح طويل المدى أو الحل الطويل المدى، يعني يتطلب تغيير تشريعات وقوانين، يعني بين إمكانية تغيير مواد قانون الموازنة العامة المتبقيين كما
اشرنا اليه، ولكن يعني انه من المتوقع ان الحلقه الماضيه يكون باستمرار، هو مثل ما ذكروا اليوم استمرار ارسال رواتب الاقليم، لان رواتب يعني المواطنين الاقليم هم جزء، نحن جزء لا نتجزا لحد الان من العراق، نحن لا نتجزا، نحن عراقيون، نحن عراقيون، الاكراد هم عراقيون، الاكراد والعرب هم المكونين الرئيسيين في العراق حسب ما ذكر الدستور العراقي. طيب نحن كعراق يجب ان نعيش حياه كريمه. يقطعون يعني التمويل عن الاقليم، والاقليم ليس بمقدور حكومه اقليم كردستان توفير الرواتب. مو اكو مبالغ، ليش ما تم على الاقل دفع الرواتب من قبل حكومه الاقليم سيد بهرام؟ يعني ليش ما دفعت الرواتب سابقا؟ اكو مبالغ مرسله الى حكومه الاقليم من قبل بغداد. المبالغ المرسله الى حكومه الاقليم من قبل بغداد، المبالغ هاي لا تغطي جميع مستحقات موظفي اقليم كردستان العراق، فكيف بحكومه الاقليم توزع نصف الوزارات ونصف الوزارات الاخرى باقيه؟ طيب يعني هي شغله. طيب خلينا نرجع دكتور نسيم، أن تستمر بغداد في الحل قصير المدى مع أربيل بإرسال رواتب الإقليم على شكل دفعات أو على شكل قروض، لكن يتم خصمها فيما بعد من حصة إقليم كردستان. لو أكو خيار آخر طرح السيد بارزاني بربط موظفي الإقليم مركزيا مع بغداد وتدفع الرواتب مركزيا، هذا الموضوع طالب بموظفي الإقليم سابقا وطالب بالاتحاد الوطني الكردستاني سابقا، ممكن تنفيذه لإيجاد حل على الأقل لرواتب الإقليم؟ طبعا بالتأكيد، اليوم المواطن في سليمانية وأربيل أو توك هو مواطن عراقي من الدرجة الأولى. قضية يعني أن يربط موظفين أو أن تكون هنالك آلية لتوزيع الرواتب من شمال العراق إلى جنوب، أعتقد يعني هذا حق طبيعي طالما هم أبناء هذا العراق، وتعزيز الكلام ضيفك الكريم. لكن ما اعتقد اليوم اراده الاقليم يعني تسعى باتجاه ان يكون مواطنين الاقليم مع مواطنين الحكومه الاتحاديه في نظام واحد، في سيستم واحد. بس اذا تسمح لي يعني تعليق على كلام ضيفك، اليوم ليش الحكومه الاتحاديه ترسل قروض الى الاقليم؟ يعني ما هو السبب؟ السبب لان هناك التزامات وتعهدات على الاقليم لحد الان ما مؤديها للحكومه الاتحاديه. قبل كم يوم كان هنالك زياره للاقليم الى بغداد، بصراحه لمن استعرضت الحكومه الاتحاديه مع وفد الاقليم، ظهر الاقليم ما مسلم له هو ضعف ما مخصص له. هذا مو كلامي، هذا كلام رئيس اللجنه الماليه، كلام اللجنه الماليه، كلام الحكومه الاتحاديه. بالنتيجه انا اقول لك اليوم احنا مو فقط اليوم الموازنه، هنالك العديد من القضايا. يمكن قبل كم يوم كان هنالك قضيه كركوك، هنالك يعني قضايا سياسيه اقليميه. يعني هذا الزياره مو فقط على الموازنه الاتحاديه. انا اقول لك بصراحه، اليوم ان توفرت الاراده الحقيقيه للاقليم بحسم هذه الملفات والحكومه الاتحاديه حتما. وانا اقول لك اليوم الحكومه الاتحاديه ما عندها بصراحه ما عندها يعني رغبه على ان يدفع المواطن البسيط ثمن الخصومة السياسية. هنالك اتفاق سياسي وهنالك موازنة. تعرف حضرتك اليوم ما يقدم إلى الإقليم من مبالغ هي قروض يعني لحد الآن. اليوم إذا مواطن بسيط يشتكي بالمحكمة الاتحادية، يجوز المحكمة الاتحادية تمنع الحكومة الاتحادية من تقديم هذه المبالغ باعتبار أن هنالك موازنة اتحادية أوجبت وألزمت الإقليم بتنفيذ ما بذمته. بالنتيجة أنا أقول لك اليوم انت وفرت الاراده الحقيقيه للطرفين، حتما سوف نصل الى حلول وهي مرضيه لجميع الاطراف. اليوم علينا ان نبعد المواطن البسيط. احنا اليوم نسافر ونشاهد المواطن في اربيل وسليمانيه حجم المعاناه والماساه اللي يعيشها. نتمنى ان يعيش ابن اربيل وابن سليمانيه مثل ما يعيش ابن بغداد وابن البصره. طيب اعود لك سيد بهرام، مرافقة السيد قوبات طلباني للسيد مسرور شنو بيها من رسائل بعد قطيعة وهو شقاق كبيرة كانت ما بين الاتحاد الوطني والديمقراطي؟ اول شيء يعني شكرا، السؤال كلش جميل. طبعا اول شيء
شك الحكومه في اقليم كردستان تتكون من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وحركه التغيير، فمن الطبيعي جدا انه نائب رئيس وزراء نائب رئيس وزراء اقليم كردستان على يعني مع الوفد المشارك او سويه مع السيد مسرور البرزاني يعني زياره بغداد لابداء الراي معا انه نحن الكتل الكردستانيه او حكومه اقليم كردستان حكومه وشعبا نحن متفقون على ما اتينا من اجله من مفاوضات، كما ذكر ضيفك الكريم انه مو فقط الموازنات ولكن اكو اتفاقيات امنيه. احنا كاني بنظري انه حكومه الاقليم يعني من خلال السيد نيتشيروان البرلاني الرئيس اقليم كردستان انه ذكر انه اقليم كردستان جزء من العراق واي اتفاق امني انه العراق يبرمى ويا اي دولة جارة نحن جزء من العراق مطالبين بتنفيذها. طيب. كما هو العراق. طيب. طبيعي هذا طبيعي هذه أحد تفاصيل الزيارة اللي البارحة وأول البارحة لزيارة أقليم كردستان. واضح. نحن في أقليم كردستان مرة أخرى راح أعيد إذا ماكو زحمة، نحن عراقيون، نحن عراقيون. يجب حل هذه المشاكل العالقة ما بين أربيل وما بين بغداد. يعني إلى متى الأخ الأكبر في بغداد نحن إلى متى نرى. خليني أنتقل بهذه النقطة. النية موجودة لدى الطرفين، سوف يذهبون إلى اتفاق جيد إن شاء الله. نقطة مهمة أرجع لك إلها سيد بهرم، لكن دكتور نسيم هذا اللقاء تعتقد إلى أي درجة أبعد فرضيات انسحاب الديمقراطي خصوصا من ائتلاف إدارة الدولة؟ يعني هذا الكلام بعيد، ما أعتقد اليوم الحزب الديمقراطي يسعى بهذا الاتجاه. السيد السوداني لحد الآن يعني وهم أعتقد الإدارة في الإقليم على معرفة تامة بأن السيد السوداني نفسه مع أن تحل كافة الملفات، واليوم الاتفاق اللي تم ما بين الحكومة الاتحادية والإقليم حقيقة تم وضعه في الموازنة. بالنتيجة اليوم على الإقليم أن يؤدي التزاماته وما على الحكومة الاتحادية إلا أن تؤدي التزاماته. أنا أقول لك بصراحة اليوم بحكم يعني علاقتي باللجنة المالية بأعضاء مجلس النواب ومعرفتنا بالحكومة الاتحادية، أنا أقول لك بصراحة اليوم الكل يعني بنفس واحد على أنه علينا أن نسير بقضية الخصومة وقضية يعني التعالي والخلافات فيما بين الإقليم والحكومة الاتحادية، ما أعتقد تصب في صالح أحد. اليوم علينا أن نتجاوزها، وهذه الإدارة والإدارة الحالية يعني حسب ما فهمناه ونعرفه على أنها لديها رغبة حقيقية بأن تحسم كافة الملفات، قضايا سياسية أخرى، لكن أنا أعتقد اليوم الإدارة الحالية قادرة على أن تحسم كافة الملفات. وأعتقد اليوم زيارة السيد برزاني إلى بغداد هي من أجل حل هذه الخلافات، ونعتقد بأن هذه الزيارة حتما سوف تكون لها تأثير في الأيام القادمة. طيب سيد بهرم، تؤكدون بأنكم عراقيون، لكن تفاديا للمشاكل والذهاب نحو التكامل، مو تحتاج هذه القضية لقانون ينظم هذه العلاقة ما بين الإقليم والحكومة الاتحادية؟ يعني الجيش ما يوصل، النزاهة والرقابة المالية ما توصل، مجلس النواب وأعضاء ما يوصلون، هذا عنوان فيدرالية الحقيقي له هو سلوك خاطئ من الإقليم. نحن بالأقليم يعني هذه وجهة نظر، احترام لهذه الوجهة لهذه الوجهة، احترامي الشديد لهذه الوجهة. نحن في الأقليم نطلب دائما، نقول أنه الدستور هو الحكم، الدستور العراقي هو الحاكم، تعالوا معا نطبق مواد الدستور مادة مادة لكي نتفادى هذه المشاكل. يجب تفادي المشاكل. الالتزامات سوف الاقليم سوف يلتزم بجميع التزاماته، ان الدستور هو الحكم، واليوم هم اكدوا ان الدستور هو الحكم، والسيد محمد شياع السوداني هم اكد هو الدستور هو الحكم. لو نلجا الى الدستور لا يظلم احد. الدستور العراقي اللي مصوت على اكثر من 3/4 اعضاء البرلمان العراقي. فأفضل طريقة لحل المشاكل طي صفحة جديدة،
طيسأل الصفحة القديمة وفتح صفحة جديدة والبدء بتنفيذ الدستور. الدستور هو الحكم الرئيسي لحل الخلافات. هناك خلافات بسيطة ما بين الأقليم وما بين المركز، يمكن تفاديها، يمكن حلها. طبيعي ضيفك ذكر التعالي والأنفة، هذه لا تنفع، لا 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 تخدم مصالح الشعب العراقي. نحن بعد يعني 18 سنة من التحرير أو من يعني الانتهاء من النظام البائد، أملنا هو أن العراق ينهض، أملنا هو العراق يتقدم. نحن جزء من العراق، نحن نتقدم سوية، الأكراد ويا العرب أو العرب ويا الأكراد، هكذا هكذا هي نظرتنا للعراق. العراق إنه كل عراق عدا الخارجين، كل عراق عدا الخارجين، حتى الضيفة كمان، كل عراق عدا الخارجين، عدا الخارجين الجهد من العراق، كل عراق يهزل النبي. واضح، شكرا لك عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني السيد باهرة محمود صالح، كنت ضيفا كريما عبر سكايب من دهوكا. وشكرا جزيلا لكم عضو المكتب السياسي لحركة اقتدار وطن الدكتور نسيم عبد الله، شكرا لكم دكتور. المشاهدين ننتقل سوية إلى ملفنا الآخر وأبرز ما فيه. النزاهة الاتحادية حملة لكشف الذمم المالية لمرشحي الانتخابات المحلية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيوفنا الكرام الباحث والأكاديمي الدكتور غالب الدعمي. أهلا بكم دكتور ضيفا كريما، وكذلك الترحيب بعضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات السيد حسن هادي. أهلا بكم سيد حسن. أبدأ معك دكتور غالب، وتحديد حجم المبالغ التي يمتلكها المرشحون لانتخابات مجالس المحافظات، برأيك شنو الدلالات و أهمية حملة من أين لك هذا قبل أن يكون المسؤول مسؤولا كعضو مجلس محافظة أو نائب؟ قبل كل هذه الإجراءات، قبل الانتخابات يتم كشف الذمة المالية ومساءلتهم، من أين لك هذا؟ مساء الخير وتحية لضيفك الكريم وجمهور قناتكم. وفي السابق كان الإجراء بعد الفوز يتم أخذ تسليم الذمة المالية، وسنويا تكرر هذه العملية. الآن قبل الترشيح، يعني أثناء الترشيح وقبل الفوز، وهي فيها دلالات كثيرة أنا بتقديري، لأنه بعض المرشحين هم أصلا مسؤولون في الحكومة العراقية، وبالتالي تقديم كشف حالي فضلا عن ما قدمه سابقا من كشف للذمة المالية، هذا يحدد قيمة الأموال التي حصل عليها هذا المسؤول، وممكن أن يساءل في ضوء هذا الكشف من أين لك هذا يا مسؤول كمدير دائرة كمحافظ وغيره، هذا عن حجم الأموال التي امتلكها خلال وظيفته كرئيس حزب أو كرئيس قائمة، لأن الأمر ليس فقط على المرشحين، حتى على رؤساء الائتلافات والأحزاب والتحالفات. فضلا عن هناك بعض الأشخاص حينما يحدد ما يمتلكه من مال عام، يتم في السنة الأخرى في حالة فوزه أيضا إعادة كشف الذمة، فإذا ما وجد هناك تضخما في الأموال بين الكشف الأول والثاني يحال إلى المحاكم وفق القانون، محكمة هيئة نزاهة المعدل قانون 30 المعدل في 2019، ممكن أن يحال للتحقيق والمحاكم ويزن. لكن سابقا يعني رغم وجود هذه الإجراءات قبل الانتخابات وموجودة على مدراء عامين ووكلاء ووزراء،
لكن ما نذكر أنه في اليوم تم إلقاء القبض على مسؤول بسبب تضخم أمواله بشكل كبير، وشهدنا هذا الموضوع يمكن مع عدة شخصيات لم تتم محاسبتهم عن تضخم أموالهم. سيد لا لا عندنا في حدود أكثر من 35 قضية في هيئة النزاهة في هذا الجانب، بعضهم صدرت أحكام، بعضهم تم استرجاع حجم التضخم، لأنه القانون ينص بوضوح على استرجاع التضخم ويحال للمحاكم المختصة، وبعضهم استرجع 17 مليونا في قضية الأولى هاي في نزاهة العام الماضي، وهو شخصية مهمة في الحكومة العراقية، وهناك شخصيات أخرى، والآن تحقيقات مستمرة على طيب. قدم الوثاق. ولكن لا تنسى قبل عام 2019 لم يكن من حق هيئة النزاهة محاسبة أي شخص يكشف ذمته إذا ما وجد تضخم في أمواله. الآن أتيح وقف التعديل لعام 2019 هذا الحق، وأصبحت هيئة النزاهة تعمل بجد في هذا الجانب. مثلا الدكتور هيثم الجبوري ما كان تمت محاسبته لما قضية صفقة القرن وعلاقته وارتباطه بها، وتمت محاسبته فيما بعد. ما ممكن أكل كثير من النواب ومدراء العامين عندهم هذا التضخم وماكو أي مساءلة؟ يعني في الاخ اللي ذكرته، النائب اللي ذكرته، اصلا اعتقد هناك التباس، دعوته لا تتعلق في صفقه القرن، هناك شكوى عليه من نائب، واعتقد هذه الدعوه ليس مهمه. والموضوع الاخر الذي ذكرته في مساله التضخم هو قيد التحقيق، والمحكمه لها الحق في كشفه سواء ايجابا او سلبا، ولكن اقول لك بصراحه كمراقب انا اعتقد ان الطبقه السياسيه بعد 2003 ربما الاغلب، لا اريد ان اقول هناك يعني اقول اعماما بشان هذا الموضوع، الغالبيتهم اصبح لديهم تضخم اموال هائل، بعضهم وصلت موارده الماليه اكثر من 200 300 مليون دولار في هذه السنوات الماضيه، لذلك هذه الطبقه السياسيه كبيره جدا، اعتقد هذه فوق الحساب، لانها هي التي تصنع السياسات، وهي التي تصنع، هي المصنع الذي يكلف رئيس الوزراء ويكلف الوزراء ويحدد السياسة العامة للبلد. وذكرها مرة السيد علي الأديب وقال لو حاسبنا هؤلاء فإن العملية السياسية في العراق ستنتهي، بمعنى أن هناك شخوص الوقت لم يحل لمحاسبتهم. نرحب بك مرة أخرى سيد حسن، وقضية كشف الذمة المالية ليش ملتوا بها المرشحين وعوائلهم وزوجاتهم وأبنائهم؟ هذا مو عدد كبير، يعني قبل كان الفوز كما ذكر دكتور غالب، الفوز بعد الفوز يتم كشف الذمة ومحاسبته من أين لك هذا، لكن حاليا بعدهم مرشحين ويطالبون هذا الموضوع، مو راح يسوي ضغط وعمل على المفوضية وعلى هيئة النزاهة؟ نعم، تحية لك أستاذ بشار، وتحية لضيفك الدكتور غالب الدعمي. موضوع مثل هذا طبعا هو موضوع كبير وشائك ولا يتحقق من جهة واحدة، الحقيقة لازم تتكاتف عدة جهات حتى تنهي مثل هذا الموضوع الكبير واللي استفحل في دوائرنا ومؤسساتنا. فيما يخص الانتخابات يجب ألا نربط هذا الموضوع في مسألة الانتخابات طبعا، والمرشحين المفروض من أين لك هذا يكون على الجميع وبدون أن يكون مرشح للانتخابات. أما قضية المرشحين فصار هناك اجتماع بين هيئة النزاهة ودائرة الأحزاب في مفوضية الانتخابات، وصار إلى طلب من رؤساء الأحزاب والتحالفات السياسية بتقديم كشف الذمم. طيب إلى أي درجة هذا الإجراء راح يقطع الطريق أمام فرصة استغلال المال السياسي من قبل المرشحين والأحزاب السياسية سيد حسن؟ يعني هل سيوفر بالمقابل مجهود على المفوضية برقابة الحملات الانتخابية مثلا، البعض من عندها تصرف عليها مبالغ تصل إلى مليارات؟ نعم، خل أكون صريح وياك، طبعا من الصعب السيطرة من قبل المفوضية وحدها على هذا الموضوع، هذا موضوع لا يمكن أن يسيطر عليه، وخاصة من أصحاب الدرجات الخاصة يعني المتولين للدرجات الكبيرة وهم يدخلون الانتخابات، ولكن المفوضية وضعت عديد من الأنظمة والتعليمات اللي تحاول تحد من هذا، سواء في نظام الحملات الانتخابية أو نظام أو تعليمات الحد الأعلى للإنفاق المالي في الانتخابات. طيب
كما ذكرت أنها أو أنه عمل مشترك ما بين مفوضية مثلا هيئة النزاهة، لكن ترون أن هيئة النزاهة تقدر أنه تحقق هذه الخطوات خلال المدة المتبقية بتدقيق سجلات المرشحين ورؤساء الكيانات وغيرها؟ بالتأكيد يعني الفترة الباقية هي كافية لتقديم البيانات اللي يقدرون يحققون من خلالها هذا الموضوع، وخاصة أنه الحملة الانتخابية يبدأ الإنفاق من بداية الحملة الانتخابية، والحملة الانتخابية تبدأ من شهر قبل الانتخابات، يعني يمكن عندنا من شهر تشرين الثاني حتى كانون الأول إلى يوم واحد قبل يعني يسمى الصمت الانتخابي، فهذه مدة كافية أعتقد. طيب أعود لك يا دكتور، ذكر بأكثر من مناسبة أكثر من جهة مختصة ذكرت أن للمواطن دور بعملية مكافحة الفساد، أيضا المواطن شنو دوره بهذه العملية تحديدا وما قبل الانتخابات باعتبار العين الأقرب لمراقبة أو تحديد وجود التضخم بأموال مرشحين أو أموال مسؤولين، وكثير من الأحيان يتعذر وصول الجهات الرقابية، لكن المواطن دائما يشخص هذه الحالة عند المواطنين الآخرين عند المسؤولين الآخرين. الواضح أن المواطن هو العين الكبيرة الواسعة التي تلتقط كل شيء وتقدمها لبناء الدولة أو كأخبارات، واليوم بلغت عدد الأخبارات في هيئة النزاهة حوالي 30,000 إخبار فقط لعام 2023 أو حتى قبل عام 23. أغلب القضايا المهمة اللي يسمعون عنها في التلفزيون هي سببها مواطن، قدمها مواطن. أحياناً الخلافات اللي تحصل بين التجار بعضهم يدي بمعلومات على بعضه، هي نعم هي لم يكن هدفها يعني شريف، خلينا نقول هكذا، لم يكن هدفها لصالح الدولة، بل الهيئة النزاهة احتاجت أن تأخذ المعلومة بعيدا عن الأسباب التي جعلت هذا المواطن أن يقدم هذه المعلومة. بعضهم إعلاميون، بعضهم سياسيون، بعضهم رؤساء أحزاب، حتى يقدمون نواب يقدمون معلومات على بعضهم بشأن قضايا مهمة في أثر خلافات. لذلك المواطن مهم في هذه المعادلة، مهم جدا، وهو الأساس في تقديم هذه المعلومات اللي تجعل القضاء العراقي للدعاء العراقي هيئة النزاهة ديوان الرقابة المالية في الوصول إلى نقاط الخلل والفساد في ملفات الدولة. وأقولها بصراحة، يعني لولا المواطن هيئة النزاهة مثلا لن تستطيع أن تحقق ما حققته الآن طيلة الفترات الماضية، لا سيما بعض الأرقام هي بعيدة حتى عن الوسط الإعلامي. يعني ممكن نقول لك في عام 2019 2020 21 استرجعت بحدود 2 تريليون دولار، من يصدق هذا الكلام في حين هي موازنتها 58 كانت في الموازنات السابقة 58 مليار دينار عراقي، موازنة فقط للرواتب، وهي تأتي ب 2 مليار دولار في 3 سنوات. هذه يعني جدوتها، جدوى من وجودها كبير جدا، وهي عدد موظفينها محدود، أقل من 500 محقق في هيئة نزاهة على عموم العراق. إذن هذا العمل اللي تقوم به هيئة نزاهة البعض لا يقدره، ولكن إذا ما قرنت بما تمتلك من إمكانيات وموارد مالية أعتقد عملها كبير جدا، وما نأمله أن يكون للمواطن دورا أكبر من هذا الدور الحالي، وأكيد سيكون أكبر إذا استطاعت هيئة النزاهة خلق ثقة بينها وبين هذا المواطن. أستاذ حسن، برأيك شنو اللي يحفز المواطن حتى يقوم بدورة وواجبة بقضية الإخبار عن من مشتبه بأنه يخوض بقضية الفساد الإداري أو تضخم أمواله وغيرها؟ طبعا استاذ بشار، المواطن هو له الدور الرئيسي في هذا الجانب، كون الموضوع يخص المواطن ويحس انه هذه اموال الدوله هي اموال له، فلذلك هناك الدافع الكبير في هذا المجال. يعني الكثير من المواطنين مثل ما ذكر الدكتور يعني كان لهم دور رئيسي في الاخبار حتى وان كان لغايات اخرى، يعني المهم انه تذكر بعض السرقات، بعض الامور الرشاوي اللي يعني الحقيقة هي تؤذي المواطن أولا قبل كل شيء. طيب شنو الضمانات سيد حسن أن هذه الاستمارة اللي راح يسويها رؤساء الأحزاب السياسية والمرشحين راح يكشفون بها ذممهم، راح يملون هاي الاستمارة، شنو الضمان أن هذه المعلومات حتكون حقيقية عن مدخلاتهم المالية، ويمنو راح يتم مثلا مقاطعة
هذه البيانات التي سوف ترد في هذه الاستمارة؟ بالتأكيد هيئة النزاهة أعلم يعني بعملها وتعرف أن هذه الاستمارة تؤدي ما تريد من 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 خلال إملائها. الاستمارة أكيد راح تبين كل الممتلكات اللي يمتلكها رئيس الحزب أو التحالف هو والدرجات القريبة يعني من عائلته، وهذا الشيء راح يؤكد طبعا من خلال يعني هو يعني المسألة مو مسألة يومية، المسألة يحتاج لها إلى وقت حتى تعرف عملية تضخم الأموال لدى اللي يملي هذه الاستمارة. طيب أعود لك دكتور غالب، تعرف أنه في السنوات الماضية من تم ابتداء قضية استمارات لكشف الذمم المالية وإجبار المسؤولين، أنه أحد المسؤولين مثلا تم الكشف عنه بأنه قد ملأ الاستمارة أو كشف الذمة المالية بعقارات وأموال وأرصدة في البنوك هو حقيقة لا يمتلكها تحضيرا لما سيأتي مستقبلا، هاي العملية شلون ممكن حلها؟ طبعا هاي احتيال، هاي 56 تمام، يعني اعتقد المفوضيه لم تكن منصفه حينما رفعت الرقم 56 من التسلسلات المرشحين، لان هذا محضر على قولته هن العطابه قبل الفشخه، يعني متوقع انه راح يسرق يبوك اموال الشعب، لانه متاكد انه مركز الوظيفي الجديد يتيح له هذا العمل. وهذا طبعا هيئه النزاهه دائره الوقايه تحديدا وهي مديريه عامه مسؤولية كاملة عن هذا الملف، وعندها موظفيها لديهم خبرة كبيرة في هذا الجانب، يستطيعون مقاطعة المعلومات من صدقها من كذبها للمكلف نفسه، لزوجته، لأبنائه، لأزواج زوجات أبنائه، لأزواج بناته، وأخوانه أيضا، أبوه أمه، ويشوفون هذه الأملاك اللي عندهم. طبعا أكو بعض المسؤولين أملاك عندهم أصلا هم وأبنائهم عندهم أملاك، لكن هذا لا يعني أن هيئة النزاهة ستحاسبهم على أملاكهم أصلا كانوا يمتلكوها قبل تاريخ هذه المسؤولية. وأعتقد لاحقا هناك تعديل جديد سيتيح له هيئة النزاهة، وهذا نعتبره وإن كان خطير ولكنه فيه جوانب إيجابية، ستسأل المواطن العادي عن ممكن الحصول عليها، لأن هذا قانون عالمي، من أين لك هذا؟ إذا لم يستطيع قد تقديم كشف بما يمتلك فإن الدولة تصادر ما يمتلك ويحال المحاكم المختصة لينال جزاء في هذا الشأن. وبالتالي فنحن أقول لك في العراق ما زلنا نحتاج إلى وقت طويل لتقويض الفساد وليس للقضاء على الفساد. وفي شأن هذا التكشف الذمة المالية المفوضية ليس لها شأن فيها، فقط تقديم الأسماء لا أكثر، وما ومن يقوم بهذا الدور هي هيئة النزاهة تحديدا، متابعة وإحصاء وتدقيقا كله يتم في دائرة الوقاية في هيئة النزاهة. طيب سيد حسن، أكو احتمالات أن تكون أموال المرشحين بأسماء أقاربهم، من أقارب قد يكونوا بعيدين نوعا ما، أو خلها باسم صديق مثلا، شلون ممكن التواصل؟ نعم، ربما بس أعلق على ما قال الدكتور غالب حول الرقم 56، والمفوضية كانت منصفة في أنه ترفع هذا لاعتبارات يعني اجتماعية ليس إلا، كونه يرتبط في مادة يعني فيها نصب واحتيال. أما مسألة موقفها تقف في يعني مسافة واحدة من الجميع، لا تتعامل مع الآخرين يعني كمتهمين أو يكون هو لديه أموال أو تضخم بالأموال، هذا من جانب. الجانب الآخر طبعا لا تستطيع المفوضية أن تعرف الأموال المسجلة بأسماء أقارب، يمكن هي الزوجة والابن والأب، أعتقد هذا الدرجات القريبة جدا. نعم. طيب بالمحصلة إيش قد راح تعزز من وصول مرشحين أصحاب سجل نظيف، وممكن أن تمنع بالكامل هذه الإجراءات المشتركة بينكم وبين النزاهة وبين دوائر أخرى، لو على الأقل تحد وتحجم سيد حسن؟ طبعا هي خطوة مهمة أولى راح تحد تقريبا من مثل تلك الأمور. طبعا هي هذا موجودة حتى في نظام الحملات الانتخابية، احنا عدم استخدام الموارد بالنسبة للمرشحين إذا كان مسؤول في الدولة، مثل الأماكن بالدائرة أو السيارات أو الأموال، أو هذه موجودة مواد في أنظمة أصدرتها المفوضية. طبعا هذه الأنظمة والتعليمات وزعتها على جميع المرشحين وكذلك قواعد سلوك، من ضمنها هذا الشيء.
هذا موضوع مهم أيضا، يعني الكثير من المرشحين عندهم مناصب قيادية أو تنفيذية أو وظيفية، شلون أو شنو هي طبيعة القوانين اللي راح تعملون بها لمنع استغلال المناصب واستغلال النفوذ بالسباق الانتخابي؟ طبعا كل المرشحين هم سواسية، يعني كلهم نفس القانون ونفس التعليمات والأنظمة. يعني المفوضية ما تتعامل معاه كمسؤول، ولكن تتعامل وياه كمرشح لازم يستجيب أو يلتزم بهذه الضوابط اللي وضعتها للحد من الإنفاق، يعني الحد الأعلى للإنفاق أو استخدام الموارد الدولة في عملية الدعاية الانتخابية. سؤال أخير لكم دكتور غالب، قضية أيضا كشف الذمم المالية لرؤساء كتل أو رؤساء الأحزاب، وكل انتخابات شفنا أنه البعض يستعمل أموال ضخمة تصل إلى مليارات بالدعاية الانتخابية، دعايات في قنوات فضائية ثانية يمكن ب10,000 دولار، وفليكسات مثلا وملصقات بأعداد كبيرة بالملايين أيضا أسعارها باهظة جدا. ممكن يعني أو من حق القانون أو المفوضية أو هيئة النزاهة أن تحاسب لو هذا الموضوع كل واحد بكيفه، أنا أموالي ومن حقي أصرفها على داعية الانتخابية؟ شوف، في عملية بسيطة، مرشحي كربلاء 14 عضو مجلس المحافظة، نعم، يحق لكل عضو في القائمة 100 مليون دينار عراقي تقريبا حسبناها. أنا بتقديري وحسابات سابقة في حملات انتخابية لبعض المرشحين ما كلفتهم 20 إلى 25 مليون. بعض المرشحين ينفقون أكثر من هذا المبلغ، يعني ببغداد المرشح 1,100,000,000 تقريبا من حقه ينفق. لا يوجد كل، لا يمتلكون كل هؤلاء المرشحون هذه المبالغ الكبيرة، لذلك سيتم مراوس نقول تسوية هذه الأمور بين مرشح وآخر. النقطة الأخرى، صعوبة جدا لمفوضية الانتخابات وحتى للمواطن وحتى لهيئة النزاهة أن تستطيع أن تحدد قيمة المبلغ الذي ينفقه المرشح. كيف تستطيع إثبات ذلك؟ عن طريق البطاقات، عن طريق الدعايات، هناك عمليات وصفقات خلف الكواليس تعطى لشخصيات بالملايين لا يستطيع أحد الوصول إليها، يعني بين رؤساء الأحزاب بشكل وبآخر. النقطة الأخرى المهمة اللي أود أن أقولها وهذه واضحة للعيان، أغلب رؤساء الأحزاب بعد 2003 كانوا فقراء ولا يملكون شيئا، الآن شيء، الآن هم يملكون أشياء وأشياء وعمارات وبيوت فارهة في المنصور في الجادرية قيمتها أكثر من 30-35 مليون دولار، فضلا عن الشركات. لذلك قضية تحديد الإنفاق لهؤلاء المرشحين صعب جدا، لا يمكن السيطرة عليه بالمطلق. شكرا جزيلا لك الباحث والأكاديمي الدكتور غالب الدعمي، كنت ضيفا كريما. وشكرا جزيلا لكم عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات الأستاذ حسن هادي، شكرا لكم سيد حسن. والشكر الجزيل لكم مشاهدينا، إلى هنا وصلنا وإياكم وضيوفنا الأكارم إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر.